عجبان لكم عجبان لكم كاين بغيتو اللي جات من عندك الامينه سمنو عسل كيف كنقولوا هذا الطاجين هذا اش من نوع الحوته للامينه لا غير السردين السردين كوار ايوا ناخذو من عندك بما انه هو اللي موجده اي هو اللي دايره دابا ان شاء الله انا كيطيب تفضلي اي بالنسبه غادي يكون عندنا كيلو ديال السردين اللي كنغسلوه مزيان وكنحيدوا ليه الجلد كنحيدوا ليه الشوك ديالو السلسل ديالو كنحيدوا ليه الجلده ديالو وغير بالنسبه لهذا الحوت بحال معنا كان عندي واجد من البارح واش فهمتيني كنديرها في الطاسه وخاش في البلاستيك وخاشيه في الثلاجه المهم كناخذوه كنحيدوا ليه داك الشيء كامل ديالو كنديروه في شي بانيو كنزيدوا عليه ثلاثه دروس الثومه محكوكين كنزيدوا عليه حامضه معصوره حامضه معصوره كنزيدوا جوج معالق ديال زيت العود كبار كبار كنزيدوا شويه ديال الملحه عندنا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق بزاف كنزيدوا نص معلقه كبيره ديال التحميره نص معلقه كبيره ديال الكمون نص معلقه كبيره ديال الخرقوم شويه ديال البزار بزار شويه ديال الزعفران ملون وكنعجنوا هذا الشيء كامل مزيان كنبقاو كنعكوه بيدينا انا ما كنديروا لا في خلاط لا في والو كنديروا غير بيديه وكي يعني كيتعجن مزيان حيت كنكونوا محيدين ليه ديك الجلده وداك الصوص وكتبقى لنا ديك الهبيره وكنعجنوه مزيان يقدروا السيدات يديروا نفس الطريقه بالماكينه ممكن غير هي الماكينه عرفتي اش كدير لي كتردو جاري بزاف ملي كتكوني انت كتكوري فيه كيجيك شي شويه صعيب ما كيجيش واقف واضح واش فهمتيني وكنعجنوه مزيان بهذا الخليط وفي الاخر كنزيدوا عليه نص كاس ديال الرز نص كاس رز مسلوق ديجا لا لا الرز العادي عادي كنزيدوا عليه نص كاس ديال الرز وكنخلطوه مزيان وكنديروه شي بواطه وكنخليوه في الثلاجه هو باش ما بس كينشف حسن كيشرب القامه وكيجي ناشف واضح المهم كناخذوا الطاجين ديالنا على فكره بعدا باش نقول لكم راه هذا الشكل هذا راه عندي فيه انا ثلاثه انواع اليوم نعطيكم طريقه سهله هي اللي دايره انا اليوم المرات القادمه تعطينا الطرق ان شاء الله اي كتاخذوا الطاجين ديالنا كنديروا فيه جوج مطيشات اللي كنقطعوهم دوائر كنزيدوا عليهم انا ما كنديرش خزو اللي بغا يدير خزو يديروا كنديروا ثلاثه ديال البطاطا في دوائر ثلاثه البطاطا في دوائر كنديروا جوج ديال الفلفلات خضرين كنقطع خضره كنقطعوها دوائر حتى هي كناخذوا واحد الدلافه كنديروا فيها شويه ديال زيت العود زيت العود شويه ديال زيت العود وكنديروا فيها شي شويه ديال الملحه شويه الضامه شويه الخرقوم شويه الكمون شويه ديال الزعفران عادي زعفران شويه ديال البزار الملحة بغيتي ديرها وانت تحت دايرين ثاني الضامه فهمتي وكنحركوا داك الشيء مزيان وكنخويو فوق داك فوق الخضره ديالنا اللي استوى كنسقيوه بها وكنزيدو شويه ديال زيت العود من الفوق زيت العود من الفوق كنردو الطاجين ديالنا يطيب ما كنديروش الماء غير داك شويه الماء اللي درنا لان راه غتلقينا مطيشه الماء كنقصو عليه البوطه وكنخليوه يطيب شحال تقريبا؟ غادي نخليوه كاع قولي واحد ربع ساعه ببوطه مهيله باش تبقى لينا ديك المريقه منين غادي نحيدوا الغطايه غادي نلقاو البطاطا ديالتنا راه دخلها الطياب غناخذوا داك الحوت ديالنا اللي عندنا غادي نديروه كويرات صغار نكوروه وغادي نديروه فوق ديك الفلفله اللي عندنا هي الاخر كنستفوه ومن بعد كنديروا طرونشات ديال الحامض رقاق وكندير واحد جوج مزيودات ديال الفلفله حاره وكنخليو الطاجين ديالنا كيطيب كنخليو حتى كيطيب وشحال كياخذ ديال الوقت كنعرفوا انا السردين مادام السردين في ساعه مع فيه دغيا دغيا في ساعه انا بحال دابا كنديروا الشيء دابا ان شاء الله الا بقى العمر ما غادي يوجدنيش حتى الغدا ناقصه عليه البوطه بزاف تبارك الله عليك الصحه والراحه الصحه والراحه يجي معلك بصحتكم راحتكم انا غنصيفط لكم التصاور ديالو شكرا ليك في العاده